السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. انا جيتكم بواحد الطريقه ديال الدجاج، كنصايبها كتجي زوينه 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 بزاف. عندي هنايا الدجاج، عندي هنايا الدجاج، صدر ديال الدجاج هكا قطعته، كنقطع بحال هذا الشكل هكا، فيلي بحال هذا الشكل هكا. من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليه. عندي هنايا جوج بيضات، ودرت غير معلقه واحده ديال الحليب، وغندير شويه ديال الملح، غير واحد شويه، غير قبصه ديال الملح بحال هكا. عندي هنايا هذاك الخبز المحمص، ها هو فين هو هذا. وعندي الدقيق، الدقيق البيض عادي بحال هكا. المهم دابا غادي نرش هاد الدجاج، غادي نرشو بشويه ديال الملحه، وغادي نقول لكم شنو غادي ندير. البنات انا قبضت واحد الميكه، هاي فين هي، انا غادي نقول لكم نوريكم كيفاش غادي ندير ليها. صراحه غندير بحال هكا وغادي نضربو. بالنسبه انا عندي عهد الهراوي هذه هنايا عندي غير عادي، ما عنديش داك اللي كندق بيها هكا الدجاج بحال هذا الشكل هكا، باش دغيا كيطيب بحال الطريقه هذه. دغيا كيطيب الدجاج صراحه، كيجي زوين 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 بزاف كيجي. المهم بحال هكا غادي نبقى غاده على هاد الطريقه هادي تحت نسالي داكشي اللي عندي، ونوريكم المرحله الثانيه ان شاء الله. ها هو البنات، بعد ما دقيته مسكين، ها هو فين هو، بعد ما دقدقته شي شويه دابا شنو غندير؟ غادي ندوزو هنا في الدقيق، هو الاول غادي ندوزو هنايا في الدقيق على هاد الشكل هذا مزيان. وغادي ندوز، غادي ندوزو هنايا في البيض، هاهو فين هو على هاد الشكل هكا. وغادي ندوز هنايا، غادي نحطو هنايا. عرفتي البنات كيجي زوين زوين، كيجي زوين بزاف هاد الدجاج هذا الصراحه بحال هكا. نحاولوا نمرمدوه مزيان على الشكل هكا، ها هو فين هو. دابا غادي نحطو في المقله. هاهو كيطيب بالزربة و كيطيب بالطغية، حيت ديجا أنا كنت سخنت الزيت. المهم غادي يطيب من تحت و نقلبو من الفوق. هاهو عرفتي كي كيجي؟ كيجي بحال الفريت، كيجي زوين 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 بزاف. المهم أنا غادي نبقى غادا على هاد الشكل هدا حتى نسالي إن شاء الله. هاهي دابا البنات، بعد ما طابت ليا هادي، هاهي فين هي كيفاش كتجي. ضروري كندير ليها الكارت هذا من تحت باش كتشرب ليا داك الزيت. دابا غادي ندوز، غادي نوريكم نكمل لي. هاهي غادي نعاود ندير عاوتاني نفس المرحله اللي درتها في الاول، غادي نعاود نديرها بحال هكا في الطحين. غادي نمرمدو مزيان مزيان بحال هاد الشكل هكا صافي. وغادي نديرو هنايا في البيض بحال هكا صافي. وغادي نبقى غادي على هاد الطريقه هادي حتى نكمل داكشي اللي عندي بحال هكا. وغادي ندوز لهنايا وغنمرمدو هنايا مزيان مزيان مزيان، غنمرمدو صافي. وكنحطو في المقله كيتقلى الصراحه. هي ما تخافوش من القليان، حيت هو ما كيشدش داك القليان وما كيشدش داك الزيت الصراحه، كيجي ناشف 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 ومزوين بزاف. المهم انا غادي نوريكم كيفاش. هاكا كنخلي بحال هاكا، هو الصراحة واخا كيتقلب الزيت كيبقى ناشف ناشف، ما تخافوش من البنات. يمكن اللي كيخاف يعني من الزيت او القليان او هاكا، هو الصراحة ملي كيطيب كيبقى ناشف، تيقوني كيبقى ناشف. دابا في الاخر ان شاء الله ملي غادي نسالي غادي نقطعو عليكم وغادي تشوفو ان شاء الله. وبغيمو هو كيجي زوين 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 وكيجي بنين.
البنات هاي الاكله ديالي بعد ما طابت ليا الدجاج بعد ما طاب ليا كيجي بحال هذا الشكل هذا. انا رفقته شويه مع بطاطا شويه ديال الموزاريلا شلاضه كيتشوب صافي وشويه واحد الصلصه ديال سميتو ديال الثومه كتجي الصراحه زوينه. هو فينا هو كيفاش كيجي بغيت نشاركو معاكم. قلت علاش ما نشاركوش معاكم الصراحه كيجي زوين 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 بزاف جربوه وردوا عليا الصراحه كيجي غزال 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 البنات كيجي ناشف من الداخل البنات. انا نوريكم ها هو فينا هو هذا قطعتو البنتي ها هو فينا هو كيجي ناشف وكيجي زوين 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 بزاف البنات. بغيت نقول لكم ما تنساوش البنات وتعليقكم وتشجيعكم زوين وباقي اللي ما باقي ما شاركش في القناه ديالي يشارك ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد. وشكرا وإلى الفيديو القادم ان شاء الله.